في السودان، وفي أعقاب التوقيع على وثيقة سياسية برعاية الوساطة الإفريقية الإثيوبية في الخرطوم، أعلنت الجبهة الثورية رفضها للاتفاق الذي جرى بين الطرفين. ووصفت الجبهة الثورية بأن الاتفاق لا يمثلها داعية الأطراف الموقعة إلى مراجعة موقفها منه. لقد ركزوا على السلطة في تغافل عن قضايا مهمة، هكذا وصفت الجبهة الثورية موقع إعلان الخرطوم السياسي، وعلقت على خلفية التوقيع محادثاتها مع قوى الحرية والتغيير في العاصمة أديس أبابا. نخشى أن الذين تجاوزوا الناس في التوقيع على الاتفاق سيتجاوزون الناس في تطوير الإعلان الدستوري ليكون معبرا عن أشواق وقضايا الأطراف المغيبة. مسوغات الرفض متعددة بالنسبة إليهم، فبخلاف استنكارهم التغييب الذي طالهم، يرى قادة الجبهة الثورية أن الاتفاق غض الطرف عن قضايا السلام والنازحين. هذا المجهود الذي بُذل بمنع عننا ولم نشارك فيه وفي حساسياته، ونرى أن الاتفاق رغم المجهود الذي بُذل فيه هو يعني تقاضى عن قضية السلام في السودان، وهي دي قضية مفتاحية وقضية مهمة لعالجة مشاكل السودان. موقف الجبهة الثورية الأخير يطرح السؤال حول بند السلام في إعلان الحرية والتغيير وفرص تحقيقه على أرض الواقع. في اعتقادي أن أي سلام لن يتحقق ما دام يشمل متطلبات الحركات المسلحة، وهي حركات دارفور وحركات جبال النوبة وجنوب النوبة الأزرق، يظل سلاما موروثا ما لم يخاطب هذه القضايا الحقيقية، وهي قضايا النازحين واللاجئين وكذلك قضايا الإعمار والسلام. السلام ليس فقط وقف الحرب، ولكن هي عملية سياسية تبدأ من بناء السلام في المجتمعات والمناطق المتأثرة بالحرب. يبدو أن الاتفاق السياسي الأخير يضع قوى الحرية والتغيير أمام مفترق طرق، أحدهما ينتهي في القصر والآخر في مقاعد المعارضة، والمؤكد ألا أحد يعلم أين يمكن أن ينتهي الشارع في مطالبه إذا ما تم إغفالها. سالي عثمان، العربي.